مرحبا بكم في جولتنا الاقتصادية من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين، تقدمها ريم سيف، ونبدأ كالمعتاد بأبرز العناوين. مجلس المناقصات والمزايدات يعلن فتح أول مناقصة إلكترونية بالكامل. محافظ المركزي الكويتي يعلن برنامجا جديدا للتمويل الميسر للشركات المتضررة من كورونا. وأسعار النفط ترتفع مع ترقب تخفيضات قياسية للإنتاج. أهلا بكم من جديد. أعلن مجلس المناقصات والمزايدات فتح أول مناقصة إلكترونية بالكامل، وذلك بعد تدشين المجلس للمرحلة الثانية من نظام المناقصات الإلكتروني وأتمتت كافة إجراءات المناقصات والمزايدات في أبريل الماضي، حيث تم فتح أول مناقصة تخص هيئة الكهرباء والماء بشأن توفير الخدمات الاستشارية لاستبدال 10 محولات كهربائية بحسب جدول الأتمتة المعد للمناقصات المطروحة. وقال رئيس مجلس المناقصات والمزايدات الشيخ نايف بن خالد آل خليفة إن أتمتة الإجراءات وصولاً إلى تطبيق الجيل الرابع لأنظمة المشتريات جاء في توقيت مناسب للغاية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المملكة والعالم مع انتشار جائحة كورونا المستجد، مما سيساهم في تحفيز الموردين والمقاولين على المشاركة إلكترونياً والاستغناء عن استخدام المستندات الورقية والإجراءات التقليدية في شراء الوثائق وتقديم العطاءات وغيرها. تجاوزت كمية الأسهم المتداولة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 14,376,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 3,395,000 دينار، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 409 صفقات. التقرير التالي مشاهدينا يستعرض التفاصيل. أعلنت الكوهجي للمقاولات والتطوير العقاري إطلاق اسم جديد للبرج ألف من مشروعها في خليج البحرين الذي استكملت 42 دوراً منه، وهو أونكس بحرين بي،
وقال المهندس محمد عبد الغفار الكوهجي المدير العام للشركة إنه منذ انطلاق المشروع في أبريل عام 2019 وطرح الشقق السكنية للتملك الحر في البرج ألف من المشروع حققوا نسبة بيع عالية، لذا عهدوا على تقديم كل ما يطمح له الملاك من عوائد استثمارية مجزية وتقديم منتج عقاري مميز للساكن. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. مسؤولان تنفيذيان في القطاع المصرفي إنه رغم الصعوبات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا على البنوك في السعودية بسبب الضغوط على الربحية ونمو القروض الناجمة عن الأزمة وانخفاض أسعار النفط، إلا أن مصدات رأس المال القوية ستساعد البنوك في تجاوز العاصفة. وقال ديفيد ديو العضو المنتدب للبنك السعودي البريطاني ساب ثالث أكبر بنوك المملكة من حيث الأصول إن هذه الأزمة لن تنتهي خلال وقت قصير جدا، مضيفا أن الربع الثاني وربما الثالث أيضا سيشكلان تحديا وسيكون 2020 عاما صعبا. قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل إن اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي تقدمت إلى مجلس الوزراء بمقترح جديد لدعم الاقتصاد المحلي في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، وذلك عبر برنامج ضمان وتمويل ميسر للشركات الصغيرة والمتضررة من الأزمة. وأوضح الهاشل أن البرنامج المقترح سينقسم إلى شقين، الأول منهما هو تقديم دعم تمويل ميسر لهذه الوحدات، والثاني ضمان الدولة لهذا التمويل. وبين أن لجنة التحفيز درست 35 تجربة عالمية مختلفة لمواجهة تداعيات الأزمة. عقد فريق عمل الاقتصاد الرقمي بمجموعة العشرين اجتماعات افتراضية متتالية خلال اليومين الماضيين لمناقشة نهج شامل لسياسات الاقتصاد الرقمي ومستقبل الرقمنة، حيث بحثت الدول الأعضاء والدول المستضافة والمنظمات الدولية والإقليمية آخر مستجدات الموضوعات المقترحة ضمن أجندة فريق عمل الاقتصاد الرقمي لهذا العام، بالإضافة إلى أهمية الرقمنة في ضمان استمرارية الأعمال خلال أزمة كوفيد-19. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. لسبب مثير، إيلون ماسك يطالب بتفكيك أمازون. ارتفعت أسعار النفط، إذ يترقب المتعاملون مؤشرات من اجتماع قد يعقد مطلع الأسبوع القادم، حيث سيناقش منتجو كبار النفط ما إذا كانوا سيمددون تخفيضات قياسية للإنتاج. وربح مزيج برنت أكثر من 17% منذ بداية الأسبوع الجاري، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط قرابة 10%، ليصبح الخامان القياسيان على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع السادس. وكان الارتفاع نابعا من تخفيضات للإنتاج في ظل مؤشرات على تحسن الطلب على الوقود. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية.
غرد الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس إيلون ماسك على موقع تويتر قائلا إنه يعتقد بأن الوقت قد حان لتفكيك شركة أمازون. وجاءت تغريدته بعد أن نشر الكاتب أليكس بيرنسون تغريدة فيها لقطة للشاشة تظهر أن أمازون لم توافق على كتابه القادم عن الفيروس التاجي المستجد، لأنه لا يتوافق مع إرشادات البيع الخاص بها. أما أمازون فقالت في وقت لاحق إن الكتاب أزيل عن طريق الخطأ وقد تمت إعادته، وأضافت أنها اتصلت ببيرنسون وأكدت أن قرار السماح ببيع الكتاب لم يكن بسبب تغريدات ماسك.